نشرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية فيديو مثيرا يظهر لقطات من الرعب التي تعرض لها جندي كوري شمالي شق وهرب إلى الحدود الجنوبية تحت وابل من الرصاص الذي أطلقه زملاؤه عليه. واستطاع الجندي المنشقي اجتياز الحدود جريا على الأقدام رغم إطلاق النار الكثيف الذي تعرض له أثناء محاولته الوصول إلى كوريا الجنوبية. وبحسب ما تداوله الإعلام الكوري الجنوبي، فقد قام الجنود الجنوبيون بسحبه إلى موقع آمن بعد أن اجتاز الحدود، إلا أنه تأكد تعرضه إلى الإصابة بأربع رصاصات. ويحمل الفيديو تاريخ 13 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وتم تصويره عند الحدود الشمالية لكوريا الجنوبية عند قرية بنمنجوم. وأكدت وسائل الإعلام أن الجندي المنشق يتماثل الآن للشفاء في مستشفى في كوريا الجنوبية، ويعد أمرًا نادرًا أن ينشق أحد الجنود ويتمكن من عبور الحدود التي تشملها الهدنة بين الكوريتين. وأظهر الفيديو في البداية سيارة دفع رباعية تمر مسارعة بمحاذاة طريق خال يؤدي إلى القرية ثم تتوقف عند الحدود شديدة التسليح، ويقفز الجندي المنشق من سيارته ويبدأ بالجري بسرعة في الحق به جنود كوريون شماليون وهم يطلقون النار باتجاهه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.